صباح الخير عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وتكونوا بصحه مزيانه ان شاء الله. واحد مول الخبز كارم مسكين يلاه داز، تبديت انا كنصور. المهم خليته يدوز على خاطره ونكمل معاكم. المهم البنات فين خليناها؟ قلت لكم كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ واش ناشطين؟ واش قانتين؟ ما تقنتوش، صبروا، ربي ان شاء الله غادي يفرجها علينا. وإلا جينا نبقاو نردو لنفسنا ونتعصبو ونأزمو النفس ديالنا، راه ما غادي نطلعو حتى بشي نتيجة. من الأحسن نطلقوها ونديروها في يد الله وندعيو الله يرفع علينا هاد الوباء هذا، وإن شاء الله ما غيكون غير الخير. المهم اليوم غادي ندوز معكم الهياط ديالي كامل من الصباح حتى العشية، ندوز معكم شنو كندير في النهار، كنطيب الفطور الغدا، يعني داكشي اللي كديروه نتوما كلكم حتى انا غادي نديرو. وبغيت غير ندوز معكم هذا النهار وصافي. اول حاجه غادي ندير، غادي نمشي نعمر اتاي ونحط معاه زويته وشي خيار بيقه. المهم ها نتوما معايا، اول حاجه كما قلت لكم غادي نصور الفطور، غادي نفطروا وعاد ديك الساعه نوض نجمع الدار. غادي انا غادي نصور لكم غير في الكوزينه اشنو كنضل ندير في الكوزينه، ومن بعد ان شاء الله ندير معكم الروتين كيفاش كنجمع الدار كيفاش هادي. المهم راه الشقه تبارك الله العيالات راه كلهم حادقات، كلهم كيعرفوا يشقاو يطيبوا، غير حنا تنبغيو نشاركوا معكم الروتينات ديالنا، وكنبغيو في حق هاد الفيديوهات راه تيخليونا كن يعني ما كنحسوش بالقنطه، كنهضروا معاكم كنصوروا لكم بزاف ديال الحوايج اللي كنسيو بهم هاد الحجر الصحي هذا. المهم مع شكون اللي كيصوني انا غادي نمشي نحل، وكما قلت لكم نصايب الفطور وهنا معكم. كما قلت لكم البنات انا غادي نعمر اتاي ونهضر معكم. لا ماشي معاك، علاش حنا كنديروا هاد الفيديوهات؟ ماشي باش نوريكم واش طيبوا، راه تبارك الله عليكم كاع العيالات حادقات وكاع العيالات تبارك الله المغربيات ولا العربيات ما شاء الله عليهم حادقات وعندهم ما يقولوا. غير كنبغيو نتوانسو معاكم في الفيديوهات، نعمرو وقتنا، ندوزو معاكم النهار هذا هو. هادشي اللي كاين، يعني ما كاينش شي حاجه اللي كنبغيو نوريكم اش كنطيبو. انا راه كنطيب يعني طياب عادي ديال الناس البسطاء، الناس اللي على قد الحال. غير كما قلت لكم غير بغيو نتوانسو معاكم، نبغيو نديرو فيديوهات. المهم البنات هذا هو فطيرنا، انا درت شويه ديال الاومليت، صافي شويه ديال الزيت الكوفيتير، هادو محيريشات كنديرهم راني اليوم غادي نعجنهم للغدا وغادي تشوفوهم معايا. كنغرسهم بالبلبوله كيجيو رائعين بحال ديال الزنقه تماما ولا حسن كاع. قول لي الحاجه ديال الدار كاين ما حسن منها. صافي عمرت هنايا كويس ديال اتاي، دابا غادي نجلس نفطروا وخليكم معايا تدوزوا معايا النهار ان شاء الله. المهم دابا اول حاجه غادي ندير، غادي نغسل هاد التقديه اللي جاب الراجل، غنغسلها مزيان تيدو جافيل، نغسل الخضره حتى هي، ونمشي نجمع الدار، ندور بالدار شويه وندوز على جفيجي في ساني كروا ونجمع الدار، عاد نرجع نصايب معكم الغدا وانتم غدوزوا معايا النهار ديالي في الكوزينه ان شاء الله. المهم خليكم معايا.
كيفاش البنات هنايا نقيت البطاطا وقطعتها، غادي نديرها في الكاسرونه وندير لها شويه الملح والماء وندير غير طلع فيها الغليه صافي، ونصفيها عاد كنقليها باش كتجي بحال ديال المطاعم، كتجي مزوينه مقرمشه وزوينه. هما البنات البطاطا كطلع فيها الغليه صافي، وكنطفي عليها غادي نصفيها ونخليها حتى تسقطر وغادي نقليها. دابا غادي نصايب شويه، غادي نشوي الفلفله، نصايب شويه ديال البصله ومطيشه، وغادي نقرص الخبز، خبيزات ها هما كيخمروا، نصايب محيرشات صغيورين، الطاجين راه كيطيب. ايوا هادشي اللي كاين، المهم خليكم معايا صافي. الطاجين ها هو كيطيب، خليه يطيب على خاطرو باش ديك البصله كتجي معسله وزوينه. شكون البنات اللي كيعجب هاد شوي الفلفله؟ ملي كنبدا نشوي الفلفله كتجيني ديك الريحه ديال الفلفله زوينه ملي كتكون كتشوى. الطاجين ها هو كيطيب، هانتوما ندير نقلي بطاطا ونديرها من الفوق، ولا نحط غير الطبيسلات صافي. البنات الخبيزات ها هما خمروا، نخليهم بحال ما هكا كيخمروا في القصريه، وعاد كنقرصهم. واخا كاينه العجينه ما كنخدمهاش بزاف، قليل على بغيت تصايب بحال المسمن ولا الملوي ولا البغرير كيكه، كيعجبني بحال نعجن العجينه هكا اليوميه كنعجنها غير بيدي. المهم البنات انا حطيت الغداء، هانتوما كما كتشوفوا بصحتكم حتى نتوما غداكم. انا غادي ندور الكاميرا ونوريكم دوك الخبيزات المحرشات اللي صيبت، الحقيقه كيجيو رائعين وزوينين. المهم انا غندور لكم الكاميرا. وهذا البنات هو الطويجي اللي صيبت معكم، هانتوما درت فيه البصله صاينه، ديك البصله الصغيره وديك الكبيره قطعتها ودرتها من التحت، قطعتها دواور
صافي هنايا شليضه ديال البصله ومطيشه والفلفله، راه كنظن انايا كلشي كتعجبو هاد الشلاضه هادي من تاريخ المغرب. كلشي كيحمق على هاد الشلاضه هادي. صافي البطاطا اللي قليت كل واحد حطيت ليه حقه في الطبسيل، وهادو هما الخبيزات اللي صايبت هانتوما. انا غادي نوقف التليفون نقادو غادي نقطعهم وتشوفوهم من الداخل كيفاش كيجيو. هانتوما البنات الخبيزات اللي صايبت، انا غادي نقطعهم وتشوفوهم كيجيو رطبين وزوينين. هانتوما شفتو كيفاش كيجيو، كيجيو حسن من داك المحرج اللي كيتباع في الزنقه، كيجيو رطبين وفنين. غير العجينه خفوها وخليوها ترتاح حتى كتخمر صافي، وكرصوها بالبوله كتجي زوينه. وهذا البنات صحتكم حسن نتوما غداكم، وان شاء الله الا درت شي حاجه في العشيه غادي نصورها لكم. المهم غادي تدوزوا معايا النهار كما هو وكما كان، يلاه بصحتكم وراحتكم. حنا غادي نبركو نتغداو، في حقيقه جانا الجوع. كما قلت لكم غادي الا درت شي حاجه في العشيه غادي نصورها لكم. المهم البنات انا رجعت معكم من بعد ما تغدينا كما شفتوا، وصلت لامي علاج جمعت الكوزينه، مشيت صليت الظهر الله يتقبل منا ومنكم، مشيت تكيت شويه ونعس حدايا البنت هي باش ترتاح. ايوا صافي دابا ملي فقنا راني درت قهيوه طيب. الراجل قالك بغيت قهيوه، البنت هي قالت بغيت القليه، انا درت لها الكوكوط باش غادي نصايب ليها القليه وناكلوها مجموعين، نشربوا قهيوه مجموعين. المهم غنصايب كما قلت لكم نكمل القهوه في الطياب، نصايب القليه وغادي نمشي نشرب شي حويجات كنت مخدمه الماكينه، وعاد نجي نعقل على قهيوتي ونشربها على خاطري. والكسكروط غادي نديرو منه كسكروط وعشاء، الحقيقه غادي نعطل العشاء كما قلت لكم، غندير كسكروط وعشاء، يا اما غندير مسمنات معمرين ولا ملويات خاويين اولا شويه البغرير. المهم العشاء غادي نخليه حتى لديك سبعه العشيه، وغندير عشاء وكسكروط صافي، ونعمر اتاي ما فيها ما نبقى نطبخ ونطيب ونقابله غير الشطه والكوزينه. هذا الله في حقيقه عينه والله، نقول لهم قابلين غير الماكله والدار والشقه، لا اله الا محمد رسول الله، يا ربي تفرجها علينا في اقرب وقت ان شاء الله. ما عرفتش شنو كنت غنقول لكم نسيت، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المهم تنتفكر ورجع لكم. المهم هانتوما خليكم معايا، هاهي القهوه البنات اللي قلت لكم غادي نصايب، قهوه معطره ديك اللي كتكون مطحونه عند العطار على اليد. دابا انت هي درت ليها الطويسه صغيره، قالت كنبغي حتى هي كتبغي تشرب في الطاسه. صافي غندير شويه السكر، القليه هي صايبتها صافي. دابا غادي نمشيو نشربو قهيوه، وعاد نوض نشرب الحوايج كما قلت لكم، والعشاء وكسكروت راه غادي ندير عشاء وكسكروت في خطره واحده بلا ما نبقى كما قلت لكم كل ساعه نصايب. هانتوما البنات خرجت للباركو باش نشرب الحوايج، والله عرفتي شنو نقول لكم، حسيت بواحد القنته. وملي بديت كنشرف الحوايج عرفتي، بقيت كنشوف الزنقه نشوفو خاويه، عرفتي حتى شي واحد ما كيدور، اي عرفتي زعما الحريه ما كاينش بحالها الصراحه، ما كاينش بحال الحريه. تحبسنا في الدار ولينا قنتانين ولينا لا اله الا محمد رسول الله، والله الا زعما اش غنقول لكم، كما كيقولوا الحكام زين، تحكينا وتحكمنا بالله يطري لينا وجلسنا في الدار، ولكن هكا مزيان باش نحميو راسنا ونحميو البلاد ونحميو عائلتنا. ان شاء الله شي كله غادي يدوز، ان شاء الله غادي يدوز كلشي بسلام، ونرجعو عاوتاني للحريه ديالنا، ونرجعو نخرجو كما كنا، ونديرو عاوتاني فيديوهات وفلوغات. ان شاء الله كلشي قريب عند الله، حتى حاجه ما بعيده ان شاء الله. يا ربي يا ربي يدخل علينا هذا الشهر الكريم بالعفو بالرحمه وكل حاجه زوينه يا ربي امين. دابا انا راني يلاه بديت كنشرب الحوايج، قلت غادي نصور البنات هذا الجو، عرفتي ثقيل ثقيل ثقيل. ايوا الحمد لله، والله الا تخنقنا في الدار تخنقنا،
ولكن ما عندنا ما نديرو هادشي اللي يعني هادشي اللي خصنا نديرو باش نتغلبوا على هادشي يعني ديال هاد المرض. خصنا نديرو بحال هكا باش نتغلبوا عليه. الا ما جيناش كل واحد يجلس دارو راه بحال شي حاجه ما درناها. انا دابا نكمل الحوايج في المشير وغادي ندخل وقيلا نصيب شويه ديال البغرير نتعشاو به. المهم هانتوما معايا البغرير ها هو خلطته كما كتشوفوا درتو يخمر كنخليه غير 10 دقائق صافي وكنبدا نطيب فيه. راه فيت ليا درت عليه فيديو كنديرو انا دائما بنفس المقادير نفس الطريقه نفس كل شيء. هانتوما راه دايره المقالب جوج يسخنوا باش دغيا نسر به نطيبو ما تعطلش فيه. صافي دابا غادي نخلطو بحال ما هكا كما كتشوفوا وكنبدا نطيب. ما كنخليش حتى كيخمر بزاف غير 10 دقائق كيرتاح كيبان ليا بدا كيطلع يعني بداو دوك البقعات الصغيورين كيبانو. صافي كنحركو بحال ما هكا وكنبدا نطيب. كما قلت لكم البنات انا رفيسه حاطه البغرير في فيديو في حقيقه كيجي زوين. انا درت دابا غير نص ديال المقادير درت جوج كيسان ديال السميده مع نص كاس ديال الفورس معلقه صغيره ديال السنيده ونص خمار ديال الحلوى وشويه الخميره ديال الخبز وشويه الملح صافي وكنخلطو بالماء دافي وكنخليه 10 دقائق وكنطيبو. صافي البغرير ها هو كما كتشوفوا قربت نكملو باقي ليا غير شي 3 ونكملو في الطياب. كيجي زوين وخفيف هانتوما كما كتشوفوا كيجي رائع يعني ما كياخدش الوقت بزاف ودغيا كيوجد. دابا غنعمر اتاي. صافي البنات البغرير ديالنا ها هو وجد هانتوما كما كتشوفوا. انا دهنته بشويه ديال زيت العود وغادي ندير فوق منه العسل اللي كنت صايبت معكم. هاد العسل هو اللي كندهن به البغرير يعني تيكون خفيف. وهنايا عمرت براد ديال اتاي كله والذوق ديالو. كاين اللي كيبغي يدهن البغرير بالزبده والعسل. انا في الحقيقه كيعجبني بالزيت العود والعسل كيجي يا سلام ما نقولش لكم. المهم دابا غنمشي نكب اتاي ودابا غنكبو هاد الكويز ديال اتاي. كاس مشحر لحقو طريقو البغرير الا درت فيه الزيت العود مازال ما دهنتوش بالعسل. غادي نخوي شويه العسل زعما البنات ما غيخرج هذا الحجر الصحي حتى غنخرجو حنايا. كاين الغوال مغولين بالماكله والراحه واخا ما كاينه راحه في الحقيقه راه كنضلو كنشقى ولكن ماشي بحال واحد كيتمشى كيدير رياضه. هي والله يفرجها علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين كاملين وعلى العالم كامل يا ربي امين. صافي انا دهنت البغرير. دابا هاد الكسكروط هذا من كسكروط من نعشه واللي جا الجوع راه ينوض ياكل دانون ولا شويه ديسير ولا اي حاجه. يلا اجيو تشربوا اتاي. الناس قولي يا ربي تفرج علينا يا ربي يا ربي. نعم 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 الفيديو ديال اليوم نعم يعني فيديو عادي يعجبكم. قولي نديرو قولي من عجبكم الفيديو ديروا لماما لايك لايك لماما اني دمت من هاميه ماشا يلا
السلام عليكم، خليتكم على خير، تهلاو ليا فراسكم والله يفرج علينا والله يدير لي فيها الخير يا ربي امين يا رب. دائما تبغي نصور كتجي كتقول لي السلام عليكم، كتبدا تقابل التليفون كنقول السلام عليكم، كنقول لها سيري بنتي سيري بنتي اليوم قالت لك والو، حتى انا بغا نقول سيري ديما يا بابا كني قالت لك كني بابا كني قالت لك انا بغا نقول البنات السلام عليكم، درت لها خطره هذا اول ظهور لها في القناه، عمري ما بينتها معايا ودابا ملي رزقاتني صافي قلت ماشي مشكل. عمي عم سين يا الله السلام عليكم الناس، خليتكم على خير هذه الساعه، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم، يلا قولي لهم باي 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 باي. السلام عليكم.